نظم العشرات من أصحاب المحال التجارية والوسطيات في سوق البصرة القديمة تظاهرة أمام مبنى حكومة البصرة المحلية احتجاجا على نية الجهات الحكومية إقامة مجمع استثماري والذي سيفقدهم تلك المحال والوسطيات التي يعتاشون عليها لإعانة أسرهم. احنا هسه المقاولة من تقاطع مستشفى الجمهوري إلى تقاطع الكواز، ومن تقاطع الكواز إلى تقاطع شارع بشار، ومن تقاطع شارع بشار إلى تقاطع علي بن يقطين. هذا المربع كله ها اللي هو سوق البصرة القديم، سوق البصرة القديم هو من تأسس سوق البصرة القديم. أما أنا مو ضد الإعمار، تعال عمر على راسي، أنت وإعمارك على راسي، بس أنت من تريد تعمر غير توجد لي أنا حياة أعيش بيها حياة كريمة لو أعيش بالذلة. ما حد يقبل ينزل يا اليوم يا أستاذ أسعد العيداني. واي مستثمر ما ياخذ اعيد واكرر ترى 2000 3000 عشيره نمو جوا موضوعنا لو يطينا ضمان لو ما يصير تفليش احنا نريد الضمان يطيق هاي فلش احنا وياه مو ضده يريد يفلش خليه يفلش واحنا كل احنا وياه بس نريد ضمان باكر يكمل السوق نرجع احنا هذا الوادي بنفسه مو باكر يجي مستثمر.